هكونا متاتا، حكمنا غمها لذيذ. ببساطة خد كل حاجة ببساطة وما تعقدهاش، أصل إيه اللي هيحصل يعني؟ ولو حصل اللي خايفين منه ما تندمش، أصل إيه اللي هيحصل أكتر من اللي حصل؟ الحياة في الغابة مع تيمون وبومبا مش ثابتة وملهاش قواعد، القاعدة الوحيدة إن البقاء للأقوى. تيمون وبومبا كانوا بيصحوا كل يوم يشوفوا الكلام على إيه، هما مش شايلين هم المستقبل ولا خايفين منه، مفيش كلمة لو في حياتهم. لو قلنا إن مرض العصر عند أهلنا هو الضغط والسكر، فإحنا مرض العصر في جيلنا هو القلق، بنقلق بالافتراض. افرض صحينا الصبح لقينا العالم انتهى والكورونا رجعت تاني، هنقعد نعمل كيكه العشر دقايق تاني عادي، هكون مطاطا. طب افرض بقى بسبب الصراعات اللي عندهم هناك دي الضيق خلص، ها حبيبي هنعمل كيكه من غير ضيق خالص، انت شاغل نفسك ليه؟ هو انت رئيس مجلس الكون؟ ما عادي هكون مطاطا. قصدي يعني ان محدش ضامن حاجه، فاهمني؟ ولازم تفرق ما بين القلق المنطقي والهوس بالمستقبل. هبسطها لك، جدك زمان قوي كان عايش على الفاكهه والنباتات، لحد ما شاف غزاله كده بتشب براسها كده علشان تقطف تفاح، فجدك قال هيحصل ايه لو جربت اكلها، فعضها لقاها لذيذه جدا، راح قال الله اكبر واكلها. وفي قعده حلوه مع الصحبه الحلوه جدك حذف صاحبه بطوبه خبطت في طوبه ثانيه عملت شرار، والشراره عملت نار مسكت في كل الاشجار وولعت في الغابه كلها. شويه والقعده خلصت، جدك واصحابه وهم ماشيين شموا ريحه حلوه جايه من الغابه، فضلوا يمشوا 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 لحد ما لقوا مجموعه من الغزلان مشويين جريل، فبصوا لبعض وقالوا هيحصل ايه لو جربنا، فسموا وكلوا. ومن ساعتها بدل ما بيعضوا في الغزاله نيه بقوا بيسووها على النار. الحكمه هنا ان جدك ما كانش عارف ان في حاجه اسمها نار هتساعده في حياته، وانت كمان وكلنا مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل في المستقبل يساعدنا في حياتنا، يمكن يقدم لنا ناس حلوه تساعدنا، صحاب يفضلوا معانا طول العمر، حاجه هنكون فاكرين ان احنا ما بنعرفش نعملها ونكتشف ان احنا بنعملها. محدش عايش النهارده يا باصين على امبارح وندمانين يا باصين على المستقبل وقلقانين. هكون مطاطه، محدش عارف حاجه.